الثقافة العاطفية. حنبدأ من تحت اللي هي الأمان النفسي طلوعا إلى الطقوس. الثقافة العاطفية هي الأمان النفسي، الابتكار يتطلب المشاركة وليس الصمت. سؤال، هل ثقافتك آمنة لأخذ المخاطر الشخصية وتجريب أشياء جديدة؟ الناس اللي معانا الحضور اليوم، لو فكرتوا مع نفسك في المؤسسة اللي انتوا فيها أو الشركة اللي انتوا شغالين فيها، هل واحد يقدر يعمل التجريب أو يخاطر بحاجة من غير ما يرد يعود عليه الموضوع بضرر أو يتعاقب في الموضوع؟ هذا شيء مهم. فالفكرة من الأمان النفسي أنه أنا بعطي الفرصة للناس أنها تقدر تجرب، أنها ممكن تعمل حاجة جديدة، تتكلم، تعطي أفكارها. فالأمان النفسي بيزيد من الابتكار. كيف بيتم هذا؟ أنه الناس ممكن أول حاجة تجرب الحاجة جديدة، جتها فكرة تبغى تجربها فتقدر تجربها لأنهم ما هم خايفين. طب الحاجة الثانية، بيبدو رأيهم، لما يكون في عنده رأي أو معترض أو شيء بيقدر يتكلم يقول أنا مو موافق، بالعكس أنا رأيي، أو يضيف على الفكرة حقت شخص آخر أو المدير. ثالث حاجة ممكن يسويها في الأمان النفسي أنه هو ممكن يعترض مع مديره، يقول صراحة أنا مو مقتنع بالفكرة هذه، ممكن أعطيك رأيي الشخصي، فيكون عنده الإمكانية هذه. فهذه حاجات أمثلة على إيش ممكن يحصل لما يكون في أمان نفسي في الشركة أو المؤسسة. ومهم جدا الكلام هذا عشان الشركة تقدر توصلها. لو ما في أمان نفسي إيش بيحصل؟ الناس بتسكت، في مشكلة، في مصيبة حاصلة في المؤسسة، ما حد يبغى يروح للمدير يكلمه، ما حد يبغى يبلغ عليها لأنه خايف أنه هو حيتقال أنت السبب، أنت اللي سويت. فالناس بتفضل وتتفاقم المشكلة لغاية لما فجأة توصل للمدير وما حد عارف إيش سببها ولا من فين. فهذه الفكرة من الأمان النفسي، أنه أنت بتعطي الفرصة أنه لو حصل غلط، لو حصل مشكلة، لو حصل شيء، الناس تقدر تتكلم، تظهر إيش الحاجات اللي هم موافقين معها أو غير موافقين معها، وإيش المشاكل الموجودة في المؤسسة. وهذه من الحاجات المهمة عشان تتطور المؤسسات. على الأمان النفسي، شركة تاتا للموتورز، أوكي، السي إي أو حقهم بيكافئ في تاتا، بيكافئوا الأخطاء. السي إي أو نفسه بيعتبر إنه الأخطاء هي من مناجم ذهب، لأنه هي حاجات بيتعلموا منها. وعندهم مكافأة في الشركة اسمها تحت مسمى تجرؤ على المحاولة، بيشجعوا الناس إنه هم يجربوا حاجات جديدة. بالعكس، ولو ما نجحوا بيتعلموا منها بشكل جديد، انه اوكي ما اشتغل، ممكن نعملها بشكل مختلف. اعطي مثال على شركه يابانيه، في موظف من كثر ما هو كان متحمس وكان عنده الامكانيه انه يجرب، عمل 84 تجربه. ال 84 تجربه، 83 تجربه كلهم فشلوا. الشركه كانت بتشجع الكلام هذا. اللي حصل في الآخر إيش؟ إنه هو قاعد يجرب يجرب يجرب. في المرة 84 الفكرة نجحت. لما نجحت الفكرة عملوا ليها بيتنت، وأخذوا دعم من الدولة شهرياً ما يقارب 10 مليون دولار لتدعيم الفكرة الجديدة هذه. فهذا من الحاجات اللي ممكن تعود على المؤسسة بالأفكار، إنه أنت تشجع ويكون عندك أمان نفسي في تطوير الشغل. التغذية الراجعة، التركيز على المستقبل وليس على الماضي، إنه إحنا نقدر نعطي رأينا ونعطي فيدباك لتحسين الأداء. على سبيل المثال، شركة سبوتيفاي عندهم قاعدة 70%، 20%، 10%. إيش معنى الكلام هذا؟ سبوتيفاي 70% من الوقت من اجتماعاتهم أو كلامهم مبني على المستقبل. إحنا إيش حنسوي؟ إيش حنطور؟ كيف حنتغير؟ كيف حنتحسن؟ و20% من الوقت في كلامهم بيكون على الوضع الحالي، إحنا إيش قاعدين نسوي الحين، إيش قاعد يحصل معانا عشان يقدروا يخلصوا وينجزوا المهام. و10% من الوقت على ما تم أو نقاش الحاجات القديمة. فالفكرة من التغذية الراجعة أنه إحنا نبغى نشجع أن الناس تعطي الفيدباك، ولما نعمل الفيدباك يكون مبني على إيش حنسوي في المستقبل. الطقوس تدفع الناس إلى الفعل، الطقوس تشجع السلوك الإيجابي. إيش فكرة الطقوس؟ الصورة اللي معانا هذه اللي هي
الفريق حق الرجبي النيوزيلندي. هذا اللي هو الصورة هي الرقصة اسمها الهاكا دانس. الهاكا دانس حقت المحاربين النيوزيلنديين من زمان. كان الهدف منها ان هم قبل ما يعملوا اي حرب كانوا بيعملوا الرقصة هذه لتخويف العدو. اليوم هذه واحدة من الطقوس حقت الفريق حق نيوزيلندا. قبل اي مباراة حقت رجبي الفريق بيقوم بالرقصة هذه، جزء منها تخويف بنفس الطريقة، ولكن جزء ثاني تشجيع الفريق ورفع معنوياته لأنه إحنا مستعدين، إحنا حنفوز، إحنا أبطال. فالطقوس مبنية على أنه إحنا بندعم، كيف ندعم السلوك الإيجابي. والطقوس ما هي حاجة عاد يعني بتيجي من نفسها، بالعكس إحنا بنبنيها ونقول إيش السلوك اللي إحنا نبغى ندعمه في الإدارة أو في الشركة، طب إيش ممكن نسوي عشان نشجع السلوك اللي إحنا نبغاه، كيف نبدأ نعمل الكلام هذا. مثال ثاني على الطقوس، شركة زابوس شركة أحذية. فكرتها أنه هم بيشحنوا الأحذية للعميل والعميل بيختار الجزم اللي هو اختارها أو الحاجات اللي هو اختارها، وبعد كذا يرجع الحاجات اللي هو ما عجبته. عندهم حاجة اسمها طقوس المرور، والموظفين يقدر يقعد على المكالمة مع العميل ما بين 10 دقائق ساعة ساعتين على حسب ما العميل محتاج. عندهم حاجة من الطقوس اللي هم عملوها دفع مكافأة للاستقالة. الاستقالة إيش سووا؟ لكل الموظفين الجداد بعد كذا شهر من الشغل، نفترض 6 شهور، أوكي، الشركة بتيجي للموظف تقول له هدفع لك $3,000 واستقيل. الفكرة غريبة، الشركة بتدفع فلوس للشخص وتقول له استقيل. الفكرة من الموضوع هذا إنه هم يبغون يشوفوا هل الأشخاص هذه مؤمنة بالثقافة حقت المؤسسة، بطريقة تفكيرهم، هل هم مقتنعين فيها. الحلو في الموضوع أنه 93% من الناس بترفض العرض هذا. طب إيش ميزة أنه 93% رفضوا العرض هذا؟ أنه كل من رفض العرض هذا مؤمن بثقافة المؤسسة، وبالعكس بيدعمها وبيعيشها يوميا لأنه هو مقتنع بالثقافة حقت المؤسسة هذه. فبيوصل لأنه هو بيبني الثقافة هذه أكثر، وبيؤدي وبيعطي أكثر من اللي مطلوب منه لأنه هو مقتنع، ما أخذ الفلوس وما فكر فيها، بالعكس هو يبغى يكمل في المؤسسة أو هي تبغى تكمل في المؤسسة هذه.